السلام عليكم ومرحبا بكم في ميكرو سلطانة من مدينة طنجة. معكم جوري وجينا نسولو ناس طنجة شنو رأيهم في السحر والشعوذة. أجي معايا نشوفو. بعض الشباب كيخافوا البنات يسحروا لهم، هو ما عنده لا دار لا طوموبيل لا تجي حاجة. شنو رأيك في الدار هذا؟ كيكون له وسواس كيخاف البنت تسحر له. يعني مين راه يخاف؟ هذيك كتصطي في نظرك كيفاش كيف الكرة دخل؟ عنده الوقت، عنده الحق في نفس الوقت. عاود علاش عنده الحق؟ وبنادم ما يخاف على راسه الصراحه، يعني خصو يعمل الاحتياط، والاحتياط واجب. ولكن هذه اللي غادي تسحر لشي واحد تسحر على شي املاك على شي يمكن تعورت فيه بنت كتبغي. انا مثلا امنش بالسحر. علاش؟ انا امنش بالسحر. لا يعني شنو نقول لك، تنشوف بزاف ديال الناس يسحروا وهادي، ولاني تنشوف انا بان القضيه ما يعني الا كانت تكون شي وحده كتبغي شي واحد ولا هادي، يعني ما كاينش علاش انها تسحر له باش يبغيها بزاف. يعني الحب تيكون فهمتيني تيكون عن قناعه، بلا تيكون مقتنع بواحد الحاجه بان عجبتني باغيها راه باغيها. عرفنا الدراري، شفنا الدراري فهمتيني في المحيط ديالنا في الحقاش فهمتيني تيكون كامل في شي حي شعبي ضروري تشوف بحال هاد الاسطوارات. شفنا بنادم ضرب راسو، شفنا واحد حماق اخرى، شفنا واحد كان تيقرا تذكير القران وهادي على قبل وحده خلاته وهادي وفهمتيني صافي لاشا مشى له عقلوش. يقدر يكون مكاي، يقدر يكون داكشي جا يا هو يقدر يكون يبسي شي كمو في الراس ديال بنادم. يعني ما كاين هو لا سحور لا هو، يعني بنادم كيتوهم. تنامنش بهذا الشيء هذا فهمتيني. انا عندي واحد الناس تيقولوا لك الناس القداع ديما لبسوا فاطمه مقلوبه وما الدين ديالنا الاسلام كيقول بان السحر كاين، وحنا كفاعلين في الميدان البحري كناس بحريين كنامنوا بان السحر كيمشي في البحر. حنا ديما كنخرجوا للبحر والسحر كيمشي مع البحر، يعني ما عندي داكشي مع الترابي مع لونطوغاج، مع ملي كيكون واحد في انونطوغاج اللي فيه هادشي هذا ديال الساحر وهادشي هذا كي انفلونسي على الواحد كيكبر معاه هادشي. يعني كيكون الشكوك، كيكون شي واحد عنده شي مشاكل مع شي بنت مع شي حاجه، ومن بعد كيبقى يوقع له كيدخل شي ايطاب سيشيك صعيبه ولا هذيك، كاين اللي كيبقى يقول له سحروا له. كاين بحق شي حاجه اللي هي سيغ سيغ ما نقدرش ناكد لك. فهمت السحور والشعوذه شنو الراي ديالك؟ ما نعرف ما كنفهمش فيه. هادشي كاين اياه كاين اللي قلتي كاين اليوم. ايوا علاش كيسير حول الرجال؟ علاش خاصها ديه ذراع تعمل ما بغاش بخاطرو تديه تعمل هذا ديالها ما سديه. شوف كاين السحر كيتباع الفلوس، وكاين السحر اللي كيتباع هي اخرى خاصها توصل له. مثلا كاين انواع الانتقام، كاين بزاف د الحاجات. يعني السيد لاباس على مزيان تبعات واحد السيده ومجوج، قاتلو الطلاق وغادي نخلص لك كل شيء، تلقى النفقه اي حاجه تلعبها ولا نخلصك. ما بغاش السيد ما عنده علاش يطلق مراته مزيان معاك وداك، سحرت له وخلاته في الزنقه. ما هو دابا ما هو بولادو، ما هو مخلى خسر داك الشيء اللي عنده، والناس اللي معاه خسروا عليه داك الشيء اللي عنده، ما خلوه ما عملوا له والو، ما تعالج ما والو. فهمتي؟ بقى هيدك الراجل ما غادي يعرفش يسحر بعدا. علاش ما يعرفش؟ ما طحلوش على باله. فهمتي؟ يعني غادي الا كان يبغي شي وحده اخرى يتبعها، بغات تكون ديالو غادي تكون ديالو، ما غاتكون ديالو كيبقى الامر ديالها هذيك. فهمت؟ ولكن يا اخرى الا عملت عينه في اخر غادي تجيبو بالسحور واش ما بغا. داكشي تيكون حب ولا شي حاجه ولا خلاف ولا شي لعبه تيصدق بداكشي تيصدق في السحر وداك. لا تقريبا باينه هاد القضيه فيما دخلتي اليوتيوب، دخلتي فيما بقيتي كتلقاي العيالات هما اللي كيديروا داكشي. هما اكثريه لا بلو باغ. انا كنشوف في فيديو داكشي في نظرك؟ واه في نظري ما داكشي باين. كاين اللي داكشي الجهل، كاين شي وحدين تيعمروا لهم عقلهم شويه ولا هادشي الا دار الشعوذه وسهل. اش كيتسمى بنادم جاهل ما عارفش ما قاريش؟ فهمتي؟ وعلى حسب بنادم ما عمتيش مشى كان غادي مع شي وحده اللي راك عارفه كيما تقدر تسحر لها. الا كانت شي بنت الناس ومربيه وكذا راه ما غاديش تقدر دير داكشي. الا كان بنادم محصن ما عنده بلا شي يخاف، الا كان بنادم موطي ومصلي ركيعات وكذا راه فرحة الله كما تيقولوا. نصيحة انا نقول لكم، نصيحة اللي كتبغي شي بنت، لا بنت شي بنت تبغي شي دري اي سحري له المهم ديري ليه واخا يكون مخ ديري ليه العرعار وشويه زغيبات الفار. بنادم هو تاكل له وما داكشي، هذاك الشعوذه قبيحه بزاف. رساله مختصره هو الله يهدي كل واحد وصافي. الله يهديهم. واش غنقول لك؟ هذاك الشيء ما كيجيش، كاين اللي ما كيحسش وكيدير داك الشيء، كل واحد الله يهديهم. شي ما نقول. كان هذا سؤالنا لهذا اليوم في ميكرو سلطانه. اما انا كنضرب لكم موعد الحلقه الجايه مع سؤال جديد. كانت معكم جوري، السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي،
وما تنسوش ديروا جيم.